في مقطعنا هذا جبت لكم ثغرات اليوم للحصول على لاعب ايبيك ان شاء الله. روزيغي، فاندرفارت، خوليو سيزار، فان باستن، فرناندو توريس او بارك جينسون، يعني سوف تحصلون على لاعب من هذه النسخ، او يعني ان لم تحصلوا على لاعب هذا اليوم احتفظوا بالثغرة لغدا يا اخي الكريم. الثغرة ليس مضمونة 100% ولكن تزيد حظوظك يا اخي الكريم، يعني ثغرات الايبيك صعبة يعني ان تكون يعني مضمونة 100% ولكن تزيد حظوظك يا اخي الكريم. اول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند كولومواني، ثم نفس الشيء عند ميكيل كما ترون، ثم سوف ننتقل عند ليزارازو، انا نسيت ليزارازو كما ترون مرتين هكذا، ثم يا اخي الكريم سوف ننتقل عند روزيغي مره واحده والاطلاع على احصائيته، مرتين عند فاندربارت، ثم يا اخي الكريم خوليو سيزار هكذا ثلاث مرات، مرتين عند فرناندو توريس، ثم بارك جينسون مره واحده والاطلاع على احصائيته، ثلاث مرات عند فان باستون، ثم مباشرة بعد تطبيقكم لكل هذه الخطوات ما عليكم سوى الرجوع واللف باللفة المجانية. كيف ما كتشوفوا الخوت، يعني حصلنا على بارك جينسون، يعني الثغرة مضمونة إن شاء الله، يعني سوف تحصلون على أقوى لاعبي هذا الباكج، يعني بارك جينسون مضمون إن شاء الله.